معايا المنتج بتاع فيلم صنع في مصر استاذ احمد بدوي معانا على التليفون. استاذ احمد اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور. الحمد لله. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا احمد. ازاي معانا الاستاذ طارق الشناوي؟ طبعا مساء الخير يا استاذ طارق. اهلا وسهلا استاذ احمد. قول لي يعني حجم الخساره الذي يعني جه عليكم من جراء سرقه فيلم صنع في مصر، تتخيل انه كام؟ في تقديري يتخطى ال 15 مليون جنيه. 15 مليون 15 مليون جنيه. يعني 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 خساره فادحه قد تدفع شركه انتاج تتوقف اصلا عن الانتاج. ده وارد بالشكل ده، لو بنسرق بالشكل ده يبقى ده وارد. اصل الاستاذ طارق يعني هو بس حضرتك لما كنت سامعنا يعني الاستاذ طارق بيقول ان الجمهور هو بنفسه هيعزب بعد كده عن انه يتفرج على قناه بتسرق فيلم. فانا بقول له، فالاستاذ محمد بيقول له يعني احنا لغايه ما نستنى عزوف الجمهور ممكن يتخرب بيتنا. انت مع اي الرايين يعني؟ لا طبعا، هو على فعلا انا مع راي الاستاذ محمد، يعني على ما ياخدوا قرار ان هم يعزفوا عن شاشه القنوات دي هيكون احنا اتخرب بيتنا. انت شايف الاستاذ محمد بيقول ان الفيلم ده تحديدا لان الكواليتي بتاعته عاليه جدا، المسروق تم سرقته بطريقه يعني مش عايز اتهم حد من البيت يعني؟ لا ممكن من سينما بس بطريقه بروفيشنال. هو مش طبعا مش من حد. الفيلم ده انتاج نيو سينشتي وشادوز، ودول شركتين واعيين جدا وعارفين ازاي يحافظوا على الفيلم بتاعهم. هو الفيلم مسروق بتقنيه عاليه جدا. النهارده في طرق مستحدثه لسرقه الافلام. مافيا كبيره جدا. الموضوع ما بقاش ولاد صغيرين بيخشوا السينما بموبايل يصوروا ويلعبوا، لا اطلاقا. الموضوع بقى فيه منتديات كبيره جدا، اللي يعني ممبر فيها بيخش يعمل بفلوس كتيره جدا عشان يقدر يتفرج على الافلام دي. بقى اقتصاد يعني الموضوع بقى اقتصاد موازي منظم جدا. لا ما بقاش الموضوع مش زي السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها. حضرتك شايف مين المسؤول عن الموضوع ده تحديدا؟ يعني سرقه فيلم زي صنع في مصر تقدر تتهم مين غير مش بتكلم على اللي سرقوه، تتهم مين؟ الاجهزه الرقابيه، تتهم ان مفيش رقابه على السينمات، تتهم مين بالظبط؟ والله اتهم اولا مفيش رقابه على السينمات، ثانيا تحت حدوث خلل في السينمات واحنا اصحاب دور عرض. والكنترول على السينمات العيد هو شيء صعب ولكن مش مستحيل. بتيجي مرحله ثانيه دور الدوله اللي بيسرق ده، لو عارف هو هيتعاقب او عارف ان هو يعني في وقت من الاوقات هيسال، ما اظنش ان هو هيفكر. يعني شايف ان هناك قصور جداً. شايف ان هناك قصور في تنفيذ القانون وفي عقاب المخطئ بيدفع غيره انه يعمل كده، لانه بيكسب من وراه فلوس كتير جدا بتروح على صاحب الفيلم الاصلي. صحيح صحيح. احنا لينا افلام كتيره اتسرقت، ومش احنا بس، احنا وكل شركات الانتاج. يعني متهيألي اظن ان الافلام بتاعت العيد كلها اتسرقت. بس فيلم حلمي عشان ده فيلم احمد حلمي فشويه في اهتمام بيه في المواقع دي وفي الفرقه، لكن ما فيش عقاب. هنكلم مين؟ يعني توجهنا لوزاره الداخليه، وبالفعل عملنا محض مع بدايه سرقه الفيلم، وحتى الان التحقيقات جاريه والوقت بيمر والفيلم موجود على الانترنت. والنهارده الفيلم بيتباع على كل الافلام بتتباع على الارصفه في وسط البلد. نتكلم مع المصنفات، هم محتاجين فاتوره. يعني حضرتك متخيل محتاجين فاتوره تثبت ان الفيلم بيتباع. الراجل اللي بيبيع الفيلم على الرصيف ما عندوش فاتوره، فبالتبعيه هو مش شايف ان الفيلم بتاع، لان ما فيش فاتوره، مش ورقه، ومش عارفين نعمل ايه. يعني الدوله بتتفرج علينا، طيب خلاص يلا كلنا نقعد نتفرج على بعض وخلينا نوقف شغل لو بالشكل ده بصراحه. يعني استاذ احمد انا طبعا يعني احنا كلنا في الهوا سوا زي ما بيقولوا. انا الحقيقه يعني رنت صوتك نفسها حزينه، وانا موافقك تماما، لان ده غير المادة جهد العاملين في الفيلم. فجأة يبقى الفيلم بدل ما معروض في السينما معروض على الرصيف، ولو حد مسك اللي معروضه على الرصيف يا استاذ طارق محدش بيعمل له حاجة، وبيخرج بيدفع مش عارف قد ايه وبيخرج، وقصور تام في معاقبة المخطئ. مش كده استاذ احمد؟ متشكرين. كان نفسك تبقى معانا، وان شاء الله تبقى معانا في حلقة نتكلم على الموضوع بالتفصيل.